مين أكثر غيدة؟ هذا ما تجيش الجمعة. 400,000 غيدة يهاجموك في الشهر، أو يهاجموا نظام أو توجه أو شخصية معينة أو موضوع متعلق بالهوية معينة، هذا حرب، هذا جيش قائد يهاجم. فالآن الأخبارات الكاذبة أصبحت صناعة تقوم بها جهات ومنظمات وحتى دول بعينها. 400,000 تغريدة أو قصة في الشهر، إذا دار تغريدة فقط في الأسبوع يمكن أربعة ولا خمسة. الآن ممكن أن أقدم المداخلة بعد الآن، ممكن الآن يعمل شخص يصور الجلسة هذه، السيد الأمين العام يدي المداخلة في مكانه، يأخذ صورتك ملامحك ويضعها على مباشرة بتقنية الذكاء الاصطناعي. قال عايشة في ندوة، يمكن أن يقول لك أشياء آخر، بتصريح آخر، في كلام آخر، ممكن حتى مخيب بالحياة. لذلك أمس نبهت إلى ضرورة احترام التقنية في مجال المعلومة، بمعنى يجب أن لا نستخدم هذه التقنية بتطوراتها في الإساءة للمعلومة الخبرية والمجتمع، لأن التقنية أصبحت خطيرة، كأنك تواجه جيشا بكل قوة. لذلك كنت دائما في مداخلاتي مع بعض الجهات الأمنية بالعاصمة وذلك وخارج الجزائر، ثم أقول على أن الجزائر في هذه المرحلة يجب أن ترتبط، المرحلة يجب أن يكون هناك إعلام يوازي التحديات، سواء الإلكتروني وهناك ذلك ما يسمى الإذاعة الجوارية والمحلية. الآن الذي ينقل المعلومة ويصحح فمن هو الإعلام عموما؟ في مرحلة كورونا وذلك كان كل الناس يتبعون الأخبار، ولكن في الأخير هذا يرجعون للإعلام العمومي لمتابعته، لأنه أثبت، هذا مش كلام يا جماعة، أثبت الإعلام العمومي عالميا في أزمة الكريس تاع كورونا عن أنه كان هو المرجع في تقديم المعلومة المعتدلة البعيدة عن الإثارة والخروج عن المألوف والخروج عن السياق العام. الآن مثلا الإذاعات المحلية دورها مهم جدا في المرحلة الراهنة، من خلال إما تأكيد المعلومة الصحيحة تثبيتها، ومن خلال تصحيح بعض المعلومات الخاطئة والمغلوطة التي يقف وراءها الكثير من الأجندات والأسباب، أو خدمة لتوجهات أجنبية أو ذلك. شكرا لكم اهتمامكم وإن شاء الله تصنيع التفاق. بارك الله فيكم. شكرا. وهذه المداخلة القيمة التي وضعتنا جميعا ووضعت المسلمين بطبيعة الحال في أهم الأشكال التي تأخذها المعلومات الكاذبة، لأنها كما قال الدكتور أصبحت صناعة قائمة بذاتها، ولها أجندات دولية ليست محلية، ليست متصلة على الأفراد، ولكنها تتبنى سياسات دولية تدار من خلالها الصراعات الإقليمية والدولية وصراعات المصالح الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية. أنقل أن